أصدقائي المشاهدين في كل مكان، مين منا ما بيحبش يتفرج على المعارض والمتاحف الضخمة للأثار الفرعونية اللي عمرها بيزيد على 7000 سنة وبتحكي حضارة من الحضارات مش القليلة ولكن الحضارات النادرة في العالم. كندا محظوظة هذا الأسبوع لأن بكرة وتحديدا يوم 2 يونيو هيبدأ فيها معرض نادر من المعارض الفرعونية، وهو معرض كوينز أوف إيجيبت، ملكات مصر، في أحد متاحف أوتاوا المتفردة. معرض ملكات مصر أو Queens of Egypt هيعرض 7 ملكات وهيتناول فنون التحنيط بالإضافة إلى معروضات كتير، وأيضا هيراعي الفترة اللي احنا فيها اللي طبعا كوفيد بيفرض علينا السوشيال ديستانسينج والتباعد الاجتماعي وخلافه. أيضا هذا المعرض هيكون فرصة لكل أفراد الأسرة إن هو يشارك، يعرف، يتعلم من الأسرار الجميلة اللي هترجعه وهو النهاردة هيعيش كأنه عاش قبل 7000 سنة مع حضارة وعبقرية المصريين اللي طوعوا كل شيء، اللي كان عندهم الجراحة، اللي كان عندهم أدق أساليب الجراحات اللي يمكن بيصعب عملها حاليا، وده كله هيكون متواجد اعتبارا من 2 يونيو. سعادة السفير المصري إلى كندا أحمد أبو زيد قال كلمة بهذا الموضوع، دعونا نتعرف على أهم ما قاله. It is with great pleasure that I welcome you to the Queens of Egypt exhibition. A unique opportunity to cross path with a groundbreaking and fascinating civilization that captured the mind, heart and imagination of humanity for 7,000 years. The Queens of Egypt exhibition is not only a journey into a captivating past, but also a projection into a yet unattained future. In a time where societies around the world struggle to achieve higher level of gender equality and women inclusion, we will tell you the story of female leaders in ancient Egypt. كانت وراء هذا المعرض جهود كبيرة جدا جدا، خاصة أن المعروضات كانت ستأتي من مصر عبر الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع ظروف الوباء أدت إلى احتجاز هذه المعروضات فترة من الزمن حتى يتم الإفراج عنها. ثم كان التحدي الكبير في عرض هذه المعروضات بالتعاون مع فريق من كندا وإيطاليا ومصر. أيضا هناك كثير من الفعاليات المبتكرة مع القط. القط، هذا القط الذي ترونه أمامكم، سوف يكون معكم في بعض الفعاليات التي ستذهل الأطفال والزوار كبار وصغار. تحياتي خالد سلامة على هوا تورونتو وأخبار كندا. سبسكرايب، لايك اند شير، اشتركوا في قناتنا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.